لو انت محمل ألبوم أغاني جديد وقاعد مبسوط وانت بتسمعه، بس عاوز تفهم ايه فكرة الابليكيشن اللي مشغل الألبوم ده؟ يا ترى الأغاني دي ازاي بتشتغل كده ورا بعضها؟ وده عشان في اللحظة اللي انت عطيتهم جنب بعض في الموبايل او الكمبيوتر اوتوماتيك عمل لينكد ليست وخلى كل نود عبارة عن أغنية فيها بيانات زي اسم الأغنية واسم المطرب وتراك الأغنية نفسها، وفي نفس النود في 2 بوينترز بيشاور على الاغنيه اللي قبلها واللي بعدها. حتى في الابلكيشن نفسه بيكون ظاهر لك سهمين، واحد عشان لو عاوز تروح للنكست والتاني عشان لو عاوز تروح للبريفيوس. طيب لو حبينا نعمل سيميليشن لتطبيق الموسيقى ده باللي درسناه في اللينك ليست هنعمله ازاي؟ تعالوا نشوف. اول حاجه هنفتح سي بلس بلس كومبايلر وهنكتب الكلاس اللي على شكله هيبقى كل نود، وبما ان احنا قلنا ان هي اغنيه يبقى خصائص الكلاس دوت مثلا في اسم الاغنيه واسم المغني. طيب بما ان دولت اسماء هنروح نعمل انكلود للسترينج الاول، بعد كده هنروح جوه الكلاس. دلوقتي هنروح للكلاس وهنكتب الاتريبيوتس بتاعتنا المره دي كلها من النوع بابليك. اول حاجه سترينج سونج سينجر، دولت اسم الاغنيه واسم المغني، وهيكون عندنا ستاتيك ممبر اسمه نم بيعبر عن عدد الاغاني، وعندنا انتجر اوردر بيعبر عن ترتيب كل اغنيه في البلاي ليست. ولو احنا شغالين على ابلكيشن حقيقي هيبقى عندنا اتريبيوتس ثانيه زي تراك الموسيقى نفسه هيبقى عباره عن اسيت جوه الابلكيشن، بس احنا دلوقتي هنكتفي بالاتريبيوتس دي لانها كافيه انها تفهمنا البرنامج. وبعدين هعمل البوينترز اللي بتشاور على نيكس والبريفيوس، بس عشان كلمه كلاس سونج هتتكرر كتير في الكود فهنعمل ديفاين سي اس كلاس سونج، وبعدين هعمل البوينترز بتوعي. هعمل كونستراكتور عشان اخلي النم يزيد كل مره اضيف فيها اغنيه جديده، وهخلي ترتيب كل اغنيه بيساوي النم الجديد. هطلع من الكلاس وهخلي قيمه النم بتساوي صفر في البدايه. بعدين هنروح في المين وهننشئ بوينتر بيشاور على اول مكان وهديله قيمه نم لحد ما يبدا يضاف فيه الاغاني. ودلوقتي هنقول لليوزر تحب تعمل ايه وهديله شويه اوبشن زي ان هو ممكن يضيف اغنيه جديده او يشغل الاغاني الموجوده بالترتيب، او ان هو يسمع اغنيه معينه ويكون عارف ترتيبها، او ان هو يقفل البرنامج. هنحجز مكان عشان ناخد فيه اختيار اليوزر، وهبدا اديله الاوبشنز جوه دو وايل علشان البرنامج يقف لما يدخل زيرو في الاخر. هبدا اطبع له الاختيارات اللي قلنا عليها، سواء عايز يضيف اغنيه او عاوز يشغل الاغاني الموجوده او عاوز ان هو يشغل اغنيه معينه، او لو عايز يقفل البرنامج في الاخر هيدخل زيرو. هعمل بقى سي ان الرقم لليوزر هيدخله، وعلى اساسه هشوف انا هعمل اني اكشن. في حاله اليوزر كتب 1 يبقى انا هضيف اغنيه جديده في الليست. هقول له كيس 1 روح بقى للفانكشن سميها اد، هنخليها ترجع قيمه، القيمه ديت هتتسجل في الهيد عشان كده قلنا الهيد بتساوي الاد، وهبعت لها ارجمنتس عباره عن الهيد والهيد. اكننا بالظبط بنقول كرييت بلاي ليست كرييت، وبنبدا نضيف الاغاني اللي احنا عاوزينها. بعدها هنعمل بريك علشان نقفل الكيس بتاعتنا. هنطلع بقى نكتب الفانكشن بتاعه الاد، هتكون عباره عن سي اس بوينتر، وهتكون بتستقبل الاثنين بوينترز اللي هما الهيد والهيد. ليه؟ علشان لما اظبط النكست واظبط البريفيوس يبقى عندي كل حاجه مظبوطه. هنا هبدا اكتب البيز كيس بتاعتي، اف ان السونج بتساوي نل، يعني البوينتر اللي انا بعده دوت بنل، هيعمل ايه؟ السونج هيكريت لها مكان جديد علشان تتحجز اول نود، وهيبدا يحط الاتريبيوتس فيها واحده واحده. اول حاجه هيقول له دخل اسم الاغنيه علشان يعمل له سي ان. بعد كده هقول له دخل المغني بتاع الاغنيه، وهعمل له سكان. بعد كده هقول له دخل المغني بتاع الاغنيه علشان اعمل له سي ان برده. بعدين هقول له اظبط ان النكس بتاعها يبقى بنل، يبقى اخر اغنيه متضافه اللي بعديها ولا حاجه، مفيش حاجه بعديها، وخلي البريفيوس بتاعها اللي قبليها هي اخر اغنيه اتضافت، فدي هياخدها من البوينتر الثاني اللي انا بعته اللي كان اسمه بريفيوس. بعد كده هعمل ريتيرن للسونج الجديده اللي انا لسه عامل لها كرييشن دي. هكتب بقى الريكيرجن بتاعتي بحيث ان انا لو ما اتبعتش في الاول خالص نل، يبقى انا المفروض هبعت في النكست. انا دلوقتي عندي اغنيه موجوده عايز اضيف اغنيه بعديها، يبقى هقول الاغنيه الموجوده ديت خلي النكست بتاعها بيساوي الاد، يعني هبدا اضيف في النكست بتاعها، وهبعت للاد ديت النكست بتاع الاغنيه اللي انا واقف عندها والاغنيه نفسها، بحيث لو اضاف حاجه في النكست
يبقى البريفيوس بتاعها هو الاغنيه اللي موجوده دلوقتي، وهعمل ريتيرن للسونج علشان بعد ما الريكيرجن كلها تخلص يرجع لي تاني في الهيد الاغاني كلها بعد ما اضافت الاغنيه الجديده. في حاله اليوزر كتب 2 يبقى انا عايز اشغل الاغاني كلها ورا بعض. هبدا اكتب كيس 2، اول حاجه فيها ان انا هطبع سطر علشان تحتيه يبقى باقي الحاجات اللي هتطبع، وبعد السطر دوت هروح لفانكشن اسمها بلاي. بلاي ديت المفروض هي اللي هتشغل لي الاغاني، هبعت لها الهيد علشان ديت البدايه بتاعه اللينكد ليست بتاعتي، وبعد كده هطبع سطر تاني بعد ما الاغاني كلها تخلص، وعشان احنا في سويتش هنعمل بريك بعد ما الكيس تكون خلص. هطلع اكتب الفانكشن بتاعت اللي اسمها بلاي، وهكون بعت لها سي اس بوينتر، فلازم تستقبل مني سي اس بوينتر، وهي من نوع void علشان انا مش هحتاج ان هي ترجع لي حاجه تاني في المين. هكتب البيز كيس بتاعتي ان السونج تبقى بتساوي نل. في الحاله ديت انا هعمل ريتيرن. هكتب بقى البيز كيس بتاعتي جوه الفانكشن، لو لقيت ان السونج بتساوي نل هيعمل ريتيرن. بعد كده طول ما الفانكشن شغاله بقى المفروض يتبع الخصائص الخاصه بيها. بس احنا ما عندناش اوتبوت صوت علشان ما فيش سماعه نجرب فيها الاغاني، ولكن عندنا شاشه الكونسول، فديت اللي هنطبع فيها. اول حاجه نطبعها ترتيب الاغنيه ديت، بعدين هنسيب مسافه ونطبع اسم الاغنيه نفسها، بعدين هنقول ان الاغنيه ديت المغني بتاعها فلان، فهنطبع اسم المغني بعدين. بعد كده ننزل سطر. بعدين علشان يقف شويه بين كل اغنيه والتانيه هعمل سليب 1، ديت هتوقفه ثانيه بين كل ما بيطبع اغنيه والتانيه. بعدين هكتب اسم الفانكشن بتاعتي وابعت لها النكست علشان يشغل الاغنيه اللي بعديها، وفي الاخر هعمل ريتيرن. هطلع اعمل انكلود ليوني اس تي دي علشان السليب اللي احنا كتبناها ديت موجوده في اللايبراري بتاعت ليوني اس تي دي. لو اليوزر بقى عايز يسمع اغنيه معينه هبعته الفانكشن اسمها وان سونج، وهبعت معاه ترتيب الاغنيه اللي هو عاوز يسمعها. طبعا احنا في الابلكيشنز الحقيقيه بيبقى عندنا طرق ثانيه ان احنا نشغل اغنيه معينه، زي اننا ندوس على الاغنيه نفسها مثلا، وبيبقى عندنا فانكشن اسمها امبريست لما بتك على اي اغنيه بتشغلها. هبدا بقى اكتب الكيس 3 بتاعتي. اول حاجه ان انا اعجز المكان اللي اليوزر المفروض هيقول لي ترتيب الاغنيه، وهروح اشغلها على اساس الرقم اللي هدخله، بعدين هطبع له اقول له دخل لي ترتيب الاغنيه اللي انت عاوز تشغلها. بعد ما خدت الرقم من اليوزر المفروض ان انا هطبع اسم الاغنيه، فهعمل اللاين بتاعي، بعدين اروح لفانكشن اسمها وان سونج وابعت لها الهيد علشان يمشي منها، وهبعت ترتيب الاغنيه اللي انا عاوز اشغلها. بعد كده هطبع نيو لاين تاني علشان اعرف ان الاغنيه بتاعتي اتطبعت. هطلع بقى اكتب الفانكشن اللي اسمها وان سونج، انا مش محتاج ترجع لي حاجه عشان كده تبقى من النوع فويد. بعدين هتاخد الارجمنت زي اللي انا بعته لها، فاكتب البارامترز بتاعتي ان هو سي اس بوينتر سونج وانتجر اللي هو بيعبر عن الاوردر. بعد كده هكتب البيز كيس بتاعتي انه لو لقى الاوردر بتاع الاغنيه دلوقتي بيساوي الرقم اللي انا بعته هيطبع الاغنيه على طول. طيب لو الاوردر بتاع الاغنيه اللي انا واقف عندها دلوقتي مش هو نفس ترتيب الاغنيه اللي انا عايز اشغلها، ساعتها هروح بقى في الريكيرجن لنفس الفانكشن، هعمل لها كول وابعت لها النكست بتاع السونج اللي انا واقف عندها ونفس الترتيب اللي انا عاوزه، لحد ما الاقي الترتيب دوت في البيز كيس فيطبع الاغنيه. في الاخر هعمل ريتيرن. وعشان الفانكشن اللي اسمها وان سونج تشوف اليوزر عايز يعمل ايه، يعيد الاغنيه تاني ولا يشغل اللي بعديها او اللي قبليها، او ان هو يرجع للقائمه الرئيسيه، محتاج ان انا اسال اليوزر. فهنزل تحت في الكيس 3 برضو، هعمل بقى تشيك جديد. هكتب الاوبشنز اللي انا عايز اديها لليوزر، هل هو عايز يشغل الاغنيه تاني، ولا عاوز يشغل الاغنيه اللي بعديها، ولا عايز يشغل اللي قبليها، ولا يرجع للقائمه الرئيسيه. بعدين هحجز الرقم اللي هعمل فيه اللي تشيك دوت من اليوزر، وهروح اعمل له سي ان. بعد كده بقى هكتب الحالات اللي ممكن تحصل، لو اليوزر دخل 1 دوت معناه ان هو عايز يشغل الاغنيه تاني، فهعمل اللاين بتاعي واروح اعمل كول جديد للفانكشن اللي اسمها وان سونج، وابعت لها الهيد وترتيب الاغنيه هو هو اللي انا كنت واخده اللي كان متسجل في السونج، ودي كده معناه ان هو هيشغل اغنيه تاني. طب لو عايز بقى يشغل نيكست، ساعتها اليوزر هيكون دخل 2، فهقول له else if ان النم دوت بيساوي 2، اعمل النيو لاين واعمل كول للفانكشن اسمها وان سونج، ابعت لها الهيد وابعت لها السونج وزود في السونج رقم زياده بحيث يروح للترتيب اللي بعده، ويبقى هو دوت الرقم الجديد بتاع السونج.
فيكون بعت للفونكشن الترتيب بتاع الاغنيه اللي بعد اخر واحده كان مشغلها. طيب لو في الحاله ان انا عايز اشغل الاغنيه اللي قبليها، هيبقى اليوزر دخل لي رقم 3. لو دخل لي 3 هروح اعمل نيو لاين برده، وبعدين هعمل كول للفانكشن اسمها وان سونج، هبعت لها الهيد وانقص من السونج واحد، بحيث يبقى الترتيب الجديد السونج اللي ناقص منها رقم، ويكون هو ده ترتيب الاغنيه اللي انا عاوز اشغلها دلوقتي. في حاله ان هو عايز يرجع للقائمه الرئيسيه، يبقى هخرج من الكيس اللي انا فيها في السويتش علشان ارجع اكمل الدو وايل بتاعتي. فلو دخل زيرو انا هعمل بريك علشان اطلع من الكيس دي، ولو اليوزر ما كتبش زيرو ده معناه ان هو ممكن يشغل اغنيه تاني او يشغل النكست او البريفيوس تاني، فانا محتاج ادخلهم في لوب. علشان كده هكتب جو تو ستارت، وهطلع اكتب الستارت قبل الاسئله اللي بيسالها لليوزر كل مره قبل ما يطبع الاغنيه. تعالوا بقى نعمل رن، هندوس واحد، هنفضل بقى ندوس واحد ونضيف اغاني كتير. تعالى اول حاجه تعالوا بقى نشغل الاغاني ديت. فبدل ما بنقول واحد هنبعت له اتنين، اهو فعلا بيطبع لي كل مره ترتيب الاغنيه، اسم الاغنيه ويقول لي باي واسم المغني بتاعها، فكده طبع لي الاغاني كلها. تعالوا طيب نشغل اغنيه معينه، فندخله 3، هيقول لي دخل رقم الاغنيه، فانا عندي الارقام كلها هنا اهي، فانا مثلا عايز الاغنيه رقم 3، فعلا طبعا الاغنيه رقم 3. اداني بقى اختيارات تانية دلوقتي، قال لي عايز تشغلها تاني ولا تشغل نيكست ولا بريفيوس. فتعال نقول ان احنا عايزين نشغلها تاني، فنبعت له 1، فعلا طبعا لي هي. طب عايزين نشغل النيكست، نبعت 2، طبعا لي الاغنيه رقم 4 كان بيطبع الثالثه، دلوقتي طبعا الرابعه. لو قلنا النيكست تاني طبعا الخمسه. طب تعال نرجع نعمل بريفيوس، فنبعته 3، طبعا الرابعة، ثلاثة تاني، ثلاثة تاني، عمال يطبع الأغاني باكورد. فكده احنا عملنا سيميوليشن حقيقي لتطبيق الأغاني اللي عندنا كلها.